فبطمنكم ان الحمد لله الامور ماشيه، وايضا ما فيش عندنا مشكله لا في سلع ولا حاجه، وحتى المستلزمات اللي كانت متاخره في المواني الحمد لله بتخرج دلوقتي. ده فيما يخص الموقف الداخلي باختصار شديد. فيما يخص الموقف الخارجي، طبعا انتم متابعين كويس قوي الحرب اللي خلصت 5 شهور دلوقتي، يعني شهر يوم 7 اللي فات كان 5 شهور كتير قوي، 5 شهور على العنف والقتل اللي بيتم، واحنا بنحاول بكل جهد مخلص وامين وان احنا نصل الى وقف اطلاق النار في القطاع، حتى يعني نحمي وننقذ أهلنا في غزة، وخاصة المدنيين الأبرياء. وإحنا بنتكلم على أكتر من دلوقتي أكتر من 30,000، تلتينهم من النساء والأطفال.